السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص باستقبال رسمي مميز بالمجمع الرئاسي بأنقرة من قبل أخيه رئيس جمهورية تركيا الشقيقة في اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تركيا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرف رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى للبلدين وعدة بروتوكولات ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة. رئيس الجمهورية يؤكد لدى لقائه أفراد الجالية الوطنية بتركيا أن الجزائر تتمتع بالأمن والاستقرار، ويؤكد التزام الدولة بالتكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج. الفريق سعيد شنقريحة يدعو إلى بلورة وصياغة تصورات بما يخدم الأمن الوطني بشتى أبعاده خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول المياه في النزاعات الدولية حالة إفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لليوم الثاني زيارته إلى تركيا تلبية لدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان، حيث خص اليوم السيد الرئيس باستقبال رسمي مميز وفقا للأعراف والتقاليد التركية على وقع 21 طلقة مدفعية. رئيس الجمهورية استقبل بمدخل المجمع الرئاسي بأنقرة من قبل أخيه رئيس جمهورية تركيا الشقيقة رجب طيب أردوغان. Merhaba asker. Nasılsınız? Sizlerin sağ olun. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله. كويس؟ وانت؟ طيب؟ الحمد لله. شكرا.
بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري أدت لهما التحية الشرفية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صافح الوفد الرسمي التركي من كبار المسؤولين. اهلا وسهلا. مرحبا سيد الرئيس. كبير مستشار خارجيه الوطني. من جهته صافح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الوفد المرافق للسيد الرئيس. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التضامن الوطني، قضايا المرأة، وزير الصناعة، وزير السكن والعمران، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزير المنتدب يتكلم بالمؤسسات المصغرة، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئه واقتصاد المعرفه. سفير الجزائر بانقره. اهلا وسهلا. مدير دول اوروبا بوزاره الخارجيه. بعد ذلك اخذ الرئيسان صوره للصحافه الوطنيه والدوليه. هذا وأجرى بعد ذلك رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون محادثات ثنائية على انفراد مع أخيه الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان. بعدها ترأس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة نظيره التركي السيد رجب طيب أردوغان أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الجزائري التركي.
هذا ووقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى للبلدين. إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية سيوقعه كل من فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. كما أشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة نظيره رئيس جمهورية تركيا طيب رجب أردوغان على مراسم التوقيع على عدد من البروتوكولات ومذكرات تفاهم للتعاون تخص قطاعات عدة. مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف والبورصات التركي والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لإنشاء منتدى غرفة التجارة والصناعة التركية الجزائرية. الموقعون رفعت هساج كلوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي ورئيس الغرفة الجزائرية التجارية والصناعة السيد طيب شباب. بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الإعلام والاتصال. الموقعون رئيس الاتصال لرئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الأشغال العمومية. الموقعون وزير النقل والبنية التحتية عادل قرا إسماعيل أوغلو ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رامتان العمامرة. مذكرة تفاهم بين الجمهورية التركية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال اعتماد الحلال. الموقعون وزير التجارة محمد موش ووزير الصناعة الجزائري سيد أحمد زغدار. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. الموقعون وزير الزراعة والغابات السيد واحد كريشتشي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رامطان العمامرة. مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة التركية للتعاون في مجالات العلوم التكنولوجيا والابتكار. الموقعون السيد مصطفى فرانك وزير الصناعة والتكنولوجيا والسيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مذكرة تفاهم للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال المؤسسات المصغرة. الموقعون السيد مصطفى فرانك وزير الصناعة والتكنولوجيا والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال التعليم المهني. الموقعون وزير التعليم الوطني السيد محمود أزار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية للتعاون في مجال التربية والتعليم. الموقعون وزير التعليم الوطني السيد محمود أزار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رامتان العمامرة.
اتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا. الموقعون وزير الثقافة والسياحة السيد محمد نوري أرسوي ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموقعون وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال المناجم والتعدين. الموقعون وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز ووزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال البيئة. الموقعون وزير البيئة والعمران والتغير المناخي السيد مراد كروم ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رامطان لعمامرة. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال الخدمات الاجتماعية. الموقعون وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السيدة داريا يانك ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو. اتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية بشأن فتح مدرسة دولية تركية بالجزائر. الموقعون وزير الخارجية مولود تشاوشوغلو ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. بعد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم وبروتوكولات التعاون، نشط رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة نظيره التركي ندوة صحفية مشتركة. أكد خلالها السيد رئيس الجمهورية الإرادة القوية لإعطاء العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا بعدا أكبر، مشيرا إلى التوافق الكبير في وجهات النظر بين بلدين في العديد من المسائل الإقليمية والدولية الراهنة. وأود في البداية أن أعرب عن ارتياحنا العميق لما حققناه معا من خطوات هامة أضيفت إلى الرصيد المتميز لعلاقتنا التاريخية وعززت مسار الشراكة الاستراتيجية التي نحرص على وضع أسسها على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وفي كل مجالات المتاحة لنا. لقد كانت المحادثات كما تفضل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان كانت محادثات ثرية وعميقة، دعمنا خلالها تلك المكاسب التي أفضت إليها محادثتنا قبل سنتين في الجزائر. بمناسبة زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لبلادنا في سنة 2020 والتي كان من نتائجها إبرام العديد من اتفاقية التعاون، ومن أبرز القرارات اللي أخذت آنذاك من طرف فخامة الرئيس أردوغان هي إيصال التبادلات، إيصال الاستثمار التركي في الجزائر إلى ما يقارب $5 ملايير، وتحقق ذلك. يعني وأنا متفق معه تماما بأننا سنرفع السقف الاستثمار حتى نصل إلى إن شاء الله $10 ملايير وما فوق. وقد سمحت لنا المحادثات باستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث خلصنا إلى توافق في المواقف ووجهات النظر إذا ما يحدث من اعتداءات على الشعب الفلسطيني والتمادي وفي التجاوزات والخروقات التي يقوم بها الاحتلال وضرورة تحرك المجتمع
الدولي لإنهاء هذه المأساة، كما اتفقنا على ما يجري في ليبيا، ولنا نظرة واحدة هو أننا نرجع الكلمة للشعب الليبي حتى يقرر مصيره في انتخابات ممكن نساعد بلدين يساعدوا في تسييرها إن شاء الله. وتطرقنا إلى الأوضاع في دول الساحل وما تتطلبه من مساع وجهود لتجفيف منابع النشاط الإرهابي الخطير واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهته أشاد بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين، مؤكدا العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات التركية في الجزائر. بالمناسبة أكدنا مرة أخرى بشكل متبادل عزمنا لنقل تعاوننا إلى أرفع المستويات، وقد تناولنا في محادثاتنا العلاقات التركية الجزائرية وبشكل شامل، وأكدنا عزمنا في زيادة تضامننا على الصعيدين الثنائي والدولي، ونحمد الله لتطور علاقاتنا الاقتصادية والتجارية يوما بعد آخر. خلال زيارتنا عام 2020 وضعنا هدف حجم تجاري وهو 5 مليارات دولار، ورغم ظروف الوباء فقد نجحنا في إيصال حجم التجارة إلى 4.2 مليار دولار أي بزيادة 35% بالمقارنة مع العام الماضي. واليوم رفعنا الحاجز وحددنا 10 مليارات دولار كهدف جديد لنا. نتابع بكل تقدير خطوات الجزائر التي تعتبر إحدى بوابات أفريقيا المنفتحة على العالم حول تنويع الإنتاج، وطبعا من كل النواحي الثقافية والتجارية وما شابه ذلك. نحن كتركيا نقف بجانب إخوتنا الجزائريين في هذا الموضوع، ونحن كتركيا مثلما ذكرنا نقف بجانب إخوتنا الجزائريين، وفي نفس الوقت كما يراقب المستثمرون أيضا والذين يعتبرون محرك علاقاتنا الاقتصادية هذه العملية. تضيف أكثر من 1400 شركة تركية قوة إضافية لقوة الاقتصادية في الجزائر، وأنا واثق بأنكم ستواصلون دعمكم لشركاتنا ومستثمرين الذين يرون الجزائر كقاعدة إنتاجية لهم. ومن دون شك فإن اجتماع منتدى الأعمال الذي سيحضره فخامة الرئيس غدا في إسطنبول سيسهم في زيادة التجارة والاستثمار المتبادل. الندوة الصحفية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره التركي السيد رجب طيب أردوغان، تتابعونها كاملة عقب هذه النشرة عبر قنوات التلفزيون الأربع الأرضية، كانال الجيغي، الثالثة الإخبارية والأمازيغية. وفي ختام الندوة الصحفية المشتركة أهدى رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان لرئيس الجمهورية لوحتين من أرشيف الدولة التركية توثق لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تحمل اللوحة الأولى صورة للأمير عبد القادر، بينما تحمل اللوحة الثانية رسالة خطية أرسلها الأمير عبد القادر سنة 1841 إلى السلطان التركي. هذا وقام سيد الرئيس صباح اليوم بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بالعاصمة أنقرة، وكان في استقبال سيد الرئيس بمدخل النصب التذكاري نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي. رئيس الجمهورية وضع إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية.
ليأخذ السيد الرئيس والوفد المرافق له بعد ذلك صورة تذكارية. رئيس الجمهورية زار أيضاً المتحف المخصص للوثائق والأغراض الشخصية لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وقع السيد الرئيس على السجل الذهبي للمتحف تخليداً لهذه الزيارة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان له أمس لقاء مع ممثلي الجالية الوطنية بتركيا، حيث أكد على عمق العلاقات الجزائرية التركية اقتصاديا ثقافيا وسياسيا، وتطمح إلى تعزيزها أكثر. بالنسبة نبدأ ربما بعلاقاتنا مع تركيا الشقيقة، جمهورية تركيا تربطنا بها علاقات قوية جدا جدا، اقتصاديا سياسيا وحتى تاريخيا، وحنا ماشيين بعيد ان شاء الله في هذا التعاون بين الدولتين. اليوم اشقاء الاتراك في الجزائر نعتبرهم اول قوة استثمارية، مادام يفوقوا يقربوا الربع ملايير دولار تقريبا، والعلاقات والتبادل اللي بيننا وبينهم يوصل إلى 5 ملايير دولار مع القمة. مرحلة ثانية، مرتبة ثانية تجي دولة قطر الشقيقة كذلك، ويجوا دول أخرى، مهم دول الغربية نتعاملوا معهم على أساس طاقة أكثر من ما نتعاملوا على أسس أخرى. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تحاول إحياء حركة عدم الانحياز، ومصلحة الشعب الجزائري أو أولى الأولويات. نحاول بقدر الاستطاعة باش نعاود نحيي بقوة حركة عدم الانحياز. أنا شايفين العالم وراه ماشي، مهما كان عدد الأقطاب احنا على مسافة واحدة عليهم كل، مصالحنا التجارية ماشية معهم كل، ولكن المصلحة السياسية والاستقرار شوفوا مصالحنا قبل كل شيء، مصالح الشعب الجزائري بقي ما يهمناش. رئيس الجمهورية أكد أيضا أن المؤسسات الناشئة فرضت وجودها في البحر الأبيض المتوسط. الحمد لله، يعني الأمور المؤسسات الناشئة نتاع الشباب نتاعنا بدأت تظهر الوجود، وبدأ يكون لها وجود في البحر الأبيض المتوسط، بينما كانت مجهولة تماما، ما فيش احتياط الصرف نتاعنا كنا ندوروا فيه حوالي 47 مليار دولار في نهاية 2019، اليوم رانا في حوالي 42 مليار دولار، يعني ما وقعش دوبان كما كانوا يتوقعوه بالاستيراد المزيف بالعكس اليوم الاحتياط نتاعنا بدا يطلع من خلال الاسعار الجديده نتاع المحروقات، ومن خلال كذلك الانتاج الوطني اللي بدا يعوض الاستيراد تاع قبل، وبالتصدير كذلك. سنة 2000 نهاية 2021 أول مرة أقول أننا وصلنا إلى فائض، قليل مليار ونصف دولار ولكن فائض، وهذا اللي خلى الجزائر تستقطب اليوم كثير من المستثمرين في أوروبا وخارج أوروبا. فيها آفاق أخرى إن شاء الله ما نتكلمش عليها قبل أوانها، ولكن فيها آفاق حتى مع الأشقاء الأتراك ومع الولايات المتحدة، مع دول أوروبية، مع إلى آخره. كما ذكر السيد رئيس الجمهورية بالمناسبة بجهود الجزائر في محاربة وباء كورونا والتزامها بالتكفل بأبنائها من أفراد الجالية أثناء الجائحة. رقم تبعته الأحداث بالنسبة للكوفيد، ما الكوفيد يعني رقم
الجزائر قلت لكم مقصودة، يعني لو كان دولة أخرى دارتها لو كان شو نوهوا بها والتلفزيون، احنا ما يتكلموش، لا يتكلموا عن الجزائر، عن بيناتهم عهد أن يتكلموا عن الجزائر سلبا فقط، كاش حاجة إيجابية في الجزائر. ما نخليش أنا المواطن البسيط يأطروا فيه بغياب المادة الفلانية ولا المادة الفلانية. ما كانش دولة مهما كانت واللي يقول عكس يتفضل، جابت أبنائها وسكنناهم في 5 نجوم ومجانا، المهم دخلوا لبلادهم في ذاك الظرف الصعب ومن العالم بإسره. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أيضا أن الجزائر ردت بالأرقام على التقارير المزيفة التي نشرها صندوق النقد الدولي. كذبنا كل التوقعات، واليوم حاول صندوق النقد الدولي باش ينشر تقارير مزيفة، ولكن لما تصدينا له بالأرقام والضرب اللي اعترف أنه كان غلط. اليوم الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مديونية واقفة على رجليها، الحمد لله الأمن والأمان متوفر في بلادنا. لا بالنسبة للجالية نتاعنا ماشية جاية، ورانا على هذا الأساس بين قوسين فقط نعطي التعليمات للخطوط الجوية الجزائرية باش يشروا 15 طائرة جديدة حتى نكتف من الرحلات ونكتف منها. احنا في تواصل مع كل جالية نتاعنا، اللي تحب تستثمر مرحبا بها، اللي يحب يساعد من بعيد يخلق جمعيات ويخلق مؤسسات ويخلق مثل ما قلت جمعيات غير حكومية. أنا عندنا اليوم أنا في الرئاسة راه مستشار، المهمة نتاعو الجمعيات الغير حكومية، ممكن تتصلوا به في أي وقت. كل هذه بصفة عامة بالنسبة للسياسة تاعنا. بالنسبة للسياسة تاعنا هي عدم الانحياز وما نتخلوش عليها. روسيا أصدقاء والولايات المتحدة أصدقاء وكل العالم ما عدا اللي عندنا مشكل معاه على بال فلسطين، خلينا كل أصدقاء. هذا هو. ونهار اللي يبغي يحاسبنا واحد يتفضل يحاسب. رئيس الجمهورية أكد أن الإنتاج الوطني أصبح قويا، حيث أصبحت الجزائر تصدر ما قيمته أزيد من 5 ملايير دولار خارج المحروقات. دينا في سياسة مع رجال الأعمال الحقيقيين، مش دوك اللي يشوهوا سمعة البلاد وسموه. تمشينا على أساس نبني اقتصاد، أول مرة نحاول نبني اقتصاد فيه إنتاج وتصدير ونقص من الاستيراد إلى آخره. اقتصادنا قبل كان اقتصاد تاع ريع، مادام عندك المال شري وبيع ولا شري ووزع، هذا ما كان. يعني وصلنا نستوردوا أمور مضحكة. اليوم الحمد لله الجزائر الناضورة الإنتاج تاعنا يتقوى، وأول مرة منذ 25 سنة ولا أكثر وصلنا نصدروا ما يقارب 5 ملايير دولار خارج المحروقات، بينما في 25 ولا 30 سنة ندور حول 1.8 مليار، 1.7 مليار إلى آخره. السنة هذه 2022 إن شاء الله نوصل إلى 7 ملايير دولار خارج المحروقات، يعني ندخله في الطريق الصحيح. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولد لقائه أمس مع ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بمختلف مناطق دولة تركيا، استمع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، كما رد على أسئلتهم بخصوص الوضع في الجزائر وواقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا. من جهتهم ممثلو الجالية الوطنية المقيمة بتركيا يشادوا بهذا التقليد الذي سنه السيد الرئيس، والذي يعكس اهتمام الدولة بالجالية وإشراكها في المسار التنموي والاقتصادي للبلاد. مفادتنا إلى تركيا إلهام عشيرة. السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،
هكذا استقبل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بتركيا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أولى زيارته إلى هذا البلد الذي تربطنا به علاقات تاريخية مميزة. حقيقة هي أول نشاط في الزيارة هذه هو اللقاء معكم، يعني نتفائلوا خير إن شاء الله بهذا اللقاء. لقاء ضروري مثل اللقاءات اللي قمت بها مع إخواننا وأخواتنا في البلدان الأخرى، في تونس، في قطر، في الكويت، في مصر، وفي وإن شاء الله بعد أسبوع ولا في إيطاليا، حتى نعرف أحوال الجالية نتاعنا، أحوالهم وماذا اهتماماتهم وهمومهم اليومية كذلك. طلبة باحثون إطارات في مختلف المجالات ورؤساء جمعيات وتجار وعائلات مقيمة جاءوا من كل أنحاء تركيا لنقل اهتماماتهم مباشرة إلى السيد الرئيس. كان لقاء صريحا ولقاء تميز بالتشاور والتحاور. نقل لنا السيد الرئيس الأوضاع في الجزائر والوضع الاقتصادي المستقر في الجزائر والاستقرار السياسي في الجزائر. والله اللقاء اليوم كان جدا جدا مثمر، ويعني وحتى أنه سمع لي ملاحظاتنا ولمشاكلنا. الحمد لله كان لقاء مع رئيس الجمهورية اليوم بحيث أنه تناقشنا سبل خلق تعاون أو سبل خلق فرص من أجل التعريف بتاريخ الجزائر هنا للإخوة الأتراك. تحدث معنا السيد الرئيس أيضا فيما يخص آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعني في الحقيقة أن كلام الرئيس كان مطمئنا جدا. رئيس الجمهورية استمع إلى كل الاقتراحات وأكد على ضرورة تفعيل التواصل بين أفراد الجالية والوطن الأم من خلال مرافقتهم والتكفل بكل انشغالاتهم كأولوية يوليها السيد الرئيس كل العناية. وبمناسبة زيارة السيد الرئيس لتركيا التقى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي مع نظيره التركي. كما كان لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو لقاء مع نظيرتها التركية. المبادلات التجارية بين البلدين بلغت قيمتها 5 ملايير دولار، فيما يطمح المتعاملون الاقتصاديون في كلا البلدين إلى تعزيز الشراكة وإبرام اتفاقيات لا سيما في قطاعي البناء والأشغال العمومية. أية دحو. شرف الدين دندار صاحب شركة تركية متخصصة في صناعة الرافعات يعمل هنا بالجزائر منذ سنوات، وهو يطمح إلى تعزيز شراكته لتحسن مناخ الاستثمار في الجزائر. لو لم تكن ظروف العمل سهلة هنا بالجزائر لما أتيت. نريد الاستثمار أكثر فأكثر وتوسيع عملنا مع الوقت. تلمون الطلب كتر هنا في الجزائر، حالنا نديرو في البروجي باش نوليو اللي ترفد سكون أبل لا مانيتونسيون لو تخوي باش يولي يتخدم في الجزائر 100%. ولأن قطاع الإعمار والبناء في الجزائر يعرف قفزة نوعية، اختارت شركة ميكا لصناعة الخرسانات الجزائر من بين أفضل شركائها. نحن هنا بالجزائر منذ سنة 2005، شاركنا في أهم مشاريع الطرق والبناء، وهذا بالشراكة طبعا مع المهندسين الجزائريين، وأملنا كبير لتوسيع استثماراتنا أكثر مستقبلا. بلغ حجم المبادلة بين الجزائر وتركيا حوالي 5 ملايير دولار، رقم مرشح للارتفاع بعد صدور قانون الاستثمار الجديد. التعاون الجزائري التركي تعزز أيضا بمشروع استثماري مشترك في مجال زراعة المحاصيل الكبرى والزيوت بولاية أدرار. المشروع جسد على مساحة 4000 هكتار، ويعول عليه كثيرا في تحقيق وثبة اقتصادية للبلاد. وهبة مزوجة. على بعد حوالي 90 كيلومتر من دائرة أولف يوجد المحيط الفلاحي تاليا ثلاثة
الذي يعرف ميلاد مشروع استثماري مشترك جزائري تركي خصص له 4000 هكتار لتنمية زراعة المحاصيل الكبرى كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى لإنتاج الزيوت كالسلجم الزيتي والصوجة والفول السوداني. هذه الشراكة التركية الجزائرية جاية هنا تستثمر في المجال الفلاحي، المايس، الحبوب بصفة أولى. كاينة واحد 500 هكتار حبوب كيما هكا، كاين مايس، كاين مصانع نتاع السكر، كاين مصانع نتاع الزيتية، نباتات زيتية، تربية المواشي، في المستقبل. استفادت من 4000 هكتار من عند الدولة، وزاد استفادت من 27 بئر. قاعدة الحياة راهي في الإتمام نتاعها، بقى لنا غير تركب تاعها، منا على واحد الشهر ونص ولا تكون قاعدة الحياة موجودة، ونبداو في الاستثمار نتاعنا اللي رانا راه ضمن دفتر الشروط. إينا الصحراء ما شاء الله عرض زنقين، عرض كبير، كاين مية، كاين تراب أحمر، ما شاء الله. بعدين إن شاء الله هنا ولي كيما جنة، صحراء ولي كيما جنة إن شاء الله بإذن الله. الشراكة الجزائرية التركية، نحن نعول على هذا المشروع في المجال الفلاحي هنا بولاية أضرار، ونعتبرها مجالا خصبا للاستثمار، وهذا يسعدنا كثيرا كشركاء أتراك. هذا المشروع الاستثماري المشترك والضخم فتح العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة. جيت عن طريق الوكالة، دخلت عندي شهرين من لاني هنا، وما شاء الله المعاملة مع الأخوة الأتراك ما شاء الله مريقلة. أنا عيطني من الوكالة باللي نخدمهم، هم أتراك هذو لهنا، مرحبا بهم وسهلا، والله معاملتهم معاملة زينة وخيات بهم، والخدمة نخدموهم نسقوا معهم خدمة براحة، رانا جايبين منها خبزتنا. الاستقرار الذي تنعم به الجزائر في المرحلة الراهنة شجع الشركاء الأجانب على دخول السوق الجزائرية لإنشاء استثمارات منتجة مع الشريك الجزائري. في إطار طرح تحاليل موضوعية وحلول عملية لمواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن النزاعات حول الموارد المائية في إفريقيا، نظم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني اليوم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس ملتقى وطنيا بموضوع المياه في النزاعات الدولية حالة إفريقيا. أشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى سيد الفريق سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بحضور وزراء أعضاء في الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية المكلف بشؤون المتصلة بالدفاع والأمن والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، وكذا ألوياء وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي والإتصاري. في البداية ألقى السيد الفريق كلمة افتتاحية ذكر من خلالها بأهمية الموارد المائية بالنظر لارتباطها الوظيفي بالتنمية الاقتصادية والصحة العمومية والأمن الغذائي، داعيا مؤسسات الدولة لبلورة وصياغة التصورات حول هذا الموضوع بما يخدم مقتضيات الأمن الوطني بشتى أبعاده. يعد الماء مورد ضروري للحياة والتنمية، كما أنه أداة للضغط والمساومة في عدد من المشاهد الدولية، ووسيلة لتغذية عدم الاستقرار الداخلي في الدول التي تعيش حالة شديدة من الإجهاد المائي وضعف الأمن الغذائي وصعوبة بناء منظومة وطنية صلبة ومستديمة. كما يشكل الماء بعدا أساسيا في الأمن الوطني للدول، وهو ما يدفع الدول لبناء تصورات متكاملة بل واستراتيجيات بمنطق استشرافي من أجل ضمان الاستخدامات العقلانية للموارد المائية على النحو يكفل حاجات البقاء والعيش الكريم للأجيال الحالية واللاحقة. وهنا يأتي دور المؤسسات العلمية والبحثية للجيش الوطني الشعبي
ومؤسسات الدولة الأخرى من خلال مثل هذه المناسبات العلمية من أجل بلورة وتنمية التصورات والأفكار التي تخدم مقتضيات الأمن الوطني بشتى أبعاده العسكرية والاقتصادية والصحية والمجتمعية والبيئية. السيد الفريق أشار إلى أن فهم التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالمياه يعد أكثر من ضروري لاعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي، وكذا تسوية النزاعات حول المياه على مستوى القارة الأفريقية. في هذا السياق يهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمياه، مع التركيز على العمق الأفريقي بالخصوص، إذ أن فهم هذه التطورات والتهديدات يعد أكثر من ضرورة لاعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي بهدف مواكبة هذه التطورات ومجابهة التهديدات المحتملة، لا سيما ما تعلق منها بتسوية النزاع حول المياه على المستوى الأفريقي بطرق سلمية وتوافقية دون أي تدخل من جهة أجنبية، وبما يضمن تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية 2023. المدير العام للأمن الداخلي أكد من جهته على ضرورة وضع الآليات العلمية والعملية من أجل تحقيق أمننا المائي باعتباره أحد الأبعاد الحيوية لأمننا الوطني. ينتظر من هذا الملتقى القيام بدراسة ومناقشة تطور واقع النزاعات حول الماء من أجل تقديم تصورات واقعية وأخرى استشرافية لخارطة النزاعات داخل الدول الإفريقية وفيما بينها، كما ينتظر من المشاركين تقديم ما يمكن استثماره من معطيات واقتراحات تعزيزاً لأمننا المائي الوطني، وكذا تقديم تصورات حول أفضل المقاربات لتعزيز الأمن المائي الإفريقي المشترك. من جهتها أكدت مديرة معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني على حرص الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل المعهد إحدى لبناتها على مواصلة العمل لتقديم المرافقة الأكاديمية لمؤسسات الدولة. ضرورة حرص الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني إحدى لبناتها الصلبة، والالتزام التام على مواصلة العمل الدؤوب لتقديم المرافقة الأكاديمية النوعية لمؤسسات الدولة، وهذا من أجل استدامة التنمية وضمان شروط النمو وارتباطه بالحركيات المغذية للاستقرار النسقي للدولة وأمنها الوطني. عقب ذلك شرع في تقديم المحاضرات المبرمجة التي قدمها أساتذة وباحثون مختصون تمحورت حول الأهمية الحيوية للموارد المائية في العالم عموما وفي القارة الأفريقية خصوصا، وكذا المقاربات الواجب تبنيها والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها للوصول إلى الحلول التقنية الكفيلة بمعالجة استباقية للتهديدات الناجمة عن شحها بالطرق المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية والقانونية والبيئية لهذه التهديدات. كما تخللت المداخلات أيضا مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدموا تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء أشغال الملتقى وتوصياته. شارك اليوم وزير صناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن بحمد بدعوة من الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة،
شارك في أشغال طاولة المستديرة حول مستقبل الصحة والمرونة الاقتصادية بداكار السنغالية، وعرض الوزير في أشغال الاجتماع التجربة الجزائرية من خلال استحداث وزارة مخصصة لصناعة الصيدلانية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، والتي تم عبرها وضع كل الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتأطير وتنظيم القطاع. وفي ختام نشرتنا نأخذكم في رحلة عبر التاريخ الذي يختزل الكثير من التقاطعات الثقافية والحضارية والفولكلورية التي يتقاسمها البلدان والشعبان التركي والجزائري. هشام سعدودي. ما يجمع البلدين وشعبهما أكبر من فترة زمنية بكثير، ودليل ذلك التقاطعات الثقافية والتراثية والفولكلورية بتأثيراتها على الجهتين، عثمانية تركية أو جزائرية. هناك تأثيرات كثيرة في مجال العمران، في مجال الأكل، في مجال اللباس، في مجالات كثيرة ثقافية هامة جدا. فهذا التمازج الثقافي حتى الموسيقى، يعني الكثير من العناصر الثقافية يعني مشتركة بين تركيا والجزائر. نجد حتى بعض الكلمات الجزائرية أصبحت تقال حتى باللغة التركية والعكس كذلك، يعني هناك تمازج ثقافي. شواهد كثيرة على كل ما ذكر، ومعالم أثرية وروائع حضارية لا زالت تروي حكايات جميلة عما جمع الجانبين. جامع كتشاوة عند بنائه الأول وترميمه مؤخرا هو أحد تلك الشواهد. قبل البناء حسن باشا نادى في الجزائر وطلب كل الحرفيين وكل أصحاب يعني الأشياء النفيسة والتارية من رياس البحر اللي كانوا يجيبوا الغنائم إلى التجمع إلى هذا المكان والمساهمة في بناء هذا المسجد. الأوقاف اللي وضعها حسن باشا لتمويل البناء كانت يعني كما نقولوا رهيبة جدا. حتى أبو القاسم الزياني يتكلم على جمال هذا المسجد ويقول بأن كتابات في قبب هذا المسجد كانوا كتابات بماء الذهب، فيقول في تشبيه أنه لو رأت كنيسة روما هذا المسجد لأسلمت، ولو رآها السليمانية في اسطنبول لنال منه العجب. الترميمات التي أقيمت على مسجد أو جامع كتشاوة الذي رممه الأتراك أيضا، يعني رممته تركيا بالتنسيق مع وزارة الثقافة، فيعني لأنهم مختصين أيضا في مجال الترميم ومجال حماية التراث أيضا. وما ننساوش أيضا القلعة التي أو المصلى الموجود بقلعة بني راشد الذي تم ترميمه مؤخرا منذ سنتين من طرف التركيين أو الأتراك طبعا، والتي يعتقد أنه إسحاق الريس أخو الأخ الأكبر لخير الدين أنه اغتيل هناك مع 600 جندي في قلعة بني راشد. فصول زمنية كثيرة تختزل التمازج والتقاطع والتوأمات التاريخية بين الجزائر وتركيا، والتي لا تزال مستمرة وتتطلع إلى آفاق أرقى وأحسن. إن شاء الله نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يخص باستقبال رسمي مميز بالمجمع الرئاسي بأنقرة من قبل أخيه رئيس جمهورية تركيا الشقيقة في اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تركيا. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشرف رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى للبلدين وعدة بروتوكولات ومذكرات تفاهم للتعاون في قطاعات مختلفة. رئيس الجمهورية يؤكد لدى لقائه أفراد الجالية الوطنية بتركيا أن الجزائر تتمتع بالأمن والاستقرار، ويؤكد التزام الدولة بالتكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج.
الفريق سعيد شنقريحة يدعو إلى بلورة وصياغة تصورات بما يخدم الأمن الوطني بشتى أبعاده خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول المياه في النزاعات الدولية حالة إفريقيا. نلقاكم بعد الجنريك.